ترفضها. ولكن نتكلم عن الاتحاد السعودي، إذا قلنا السنة الجاية الآن صارت السنة الجاية وصار حدث في أي مكان في أي مكان في الدوري، يفترض أنك تحط آلية برضو بالنسبة هذا عشان نعرف إحنا والله إذا صارت الملاعب غير صالحة في أي جولة من الجولات يحق للنادي المتضرر اختيار أي ملعب ويتم وضع التكاليف له عشان ما نقع. هذه المادة السابعة الفقرة السادسة سابعة من المادة السابعة عشان ما نقع في الإشكالية هذه، لأن الإشكالية هذه اللي وقعت الحين أن الاتحاد السعودي هو اللي أقر. يعني أنا مثلا بالنسبة لي أنت أصريت علي في الملز وأصريت علي في استاد الملك فهد وبغيت أنا أخسر لاعبين وجيت وعاقبت لك لاعبين والآن ما في ملاعب وتجي تفرض علي مثلا ملعب. الآن ممكن صار في تعويض للنصر، يعني أنا بالنسبة لي أنا اللي حصل ان في تعويض للنصر وفي مقابل مادي، طبعا هذا اكيد كسب وفقا لايش؟ وفقا للنظام. لا الحين اللي قاعد يصير التعويض المادي والنظام والاشياء هذه، انا بالنسبه لي لو كنت في مكان نادي الهلال وفعلا صحيح اللي جانا 3 مليون وانا ارفض ال 3 مليون عشان مطالبات جماهيريه حتى لو كانت نادي النصر، يا اخي انا ابغى 3 مليون على الاقل بتمشي لي رواتب لاعبين، هي بالقضيه قضيه مكافاه الجمهور. أنا أفكر في مصلحة النادي تبعي، إذا فعلا صار عرض 3 مليون هذه اللي صارت ورفضها نادي الهلال بسبب والله مناكفات جمهور ولا اثنين في الاستراحة ولا الأشياء هذه، 3 مليون غير صحيح اعتبرها مصادر. المصادر كم؟ اثنين؟ كيف؟ كم وش مصادر كذا؟ وش مصادر؟ لم يتم النقاش في المسائل المالية من الأساس. لا لا الفكرة من أساسها لا 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 خذها مني ومصادر موثوقة من عندي انقل عني أنا أنه وصل مبلغ 3 مليون. طب ألا يحق له أن يرفض؟ اتركني من يحق ما يحق، بس أنا بتكلم لك أنا كإدارة نادي ويجيني المبلغ هذا حتى لو نادي النصر نادي الشباب، أنا بفكر في مصلحة النادي بالقضية قضية مناكفة الجمهور أو نتكلم عليها، دام فيها مبلغ واستثمار زي ما تكلمت بالفكر الاستثماري هذا أنا مفروض أستفيد من الشيء هذا. ولكن إحنا نتكلم يعني معقولة دوري صرف عليه الملايين هذه كلها وإلى الآن حتى الليلة هذا إحنا نقول قاعد كان إحنا نبشرهم بـ 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 بالعيد نقول والله ترى إحنا اكتشفنا الآن وين بيلعبون فيه. طيب. اليوم كانها صارت مفاجاه. هذا الاشكاليه احنا متضرر مثلا نادي النصر، ما نتكلم على اي نادي. اضافه الى ذلك اللي صدر اليوم استقاله الاستاذ عادل البطيع امس، يعني هذه كارثه دي. طيب. الى الان معليش هذا ترى المفروض نوقف عندها. يفترض الاتحاد السعودي الان المتحدث الاعلامي في 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 في, في, في اللي قاعد يصير هذا وينه؟ حق الاتحاد السعودي كره القدم وين المتحدث الاعلامي في اللي قاعد يصير هذا كله؟ اليوم كاتب مقال في الاتحاد الاماراتيه قاعد يقيم المنتخبات، وينه؟ وين ليش ما طلع؟ ليش ما طلع يتحدث لنا الان الاتحاد السعودي ايش اللي قاعد يصير؟ من اللي اصدر القرار لجنه المسابقات؟ من اللي طلع القرار هذا؟ حاولنا من امس نحن نتواصل معه. طيب. ويكون في رد وما لقينا اي رد عن هذه التفاصيل. فؤاد